لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدتي أوانسي سادتي، عمت مساء وطابت أوقاتكم. ها هي قناة بن عبد القادر. عبد القادر لها الحظ وهي محظوظة، وإن تكلمت مع أساتذة الكرام قبل الأستاذ اللي هو بجانب الآن سنفتح حوارنا ولقاءنا مع أخ من الأشقاء والإخوة من الجزائريين، بصفتي كجزائري وأخ مغترب جزائري من ولاية أو مدينة الحراش. السلام عليكم أخي، تفضل. والله ما شاء الله عليك، سامعك انا صحفي انت دوريجين ولا كيف زعما؟ فهمني برك. تفضل تفضل. صح قول لي يعني. تفضل بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. انا شغل فهمني ديجا، انت صحفي ولا واش تكون؟ هاوي هكذا هذا اوتيتا من عند الله. من عند الله ما شاء الله، الله يبارك شاء الله. فيك ان شاء الله. صح اقول لي درك، انا جيت عقب طريق سمعتك تهضر حبسني. الله يبارك فيك. انا جيت طالع قعدت. نعم. قول لي درك، اول خطره تجي ولا ثاني مره ولا شحال مره ولا انت قيد ولا واش تكون؟ اخي كريم، بهذه المناسبه السعيده واصبحت انا اللي اسال من طرف الاستاذ. اول مره ندير لقاء مع اخ مثلك وين يطرح لي أسئلة. وأول سؤال لي، والله إذا كانت مبادرة من البنت ربي يبارك مغتربة قاعد جلستني أنا والأمها أختها. صح، حبيت نسقسيك. تفضل. شحال في عمرك؟ عمري 65 سنة. شحال؟ 65 سنة. أنت كبير في الكارد دونتيتي. بارك الله فيك. إيه تبان صغير. الله ينور. الله هذا غير من المحبة لك ليا. الله ما شاء الله. لا لا لا. هذه المحبة لك ليا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. قل لي كيف تحسيت قبلك؟ أقول لك أول حجة ولا أول عمرة على بالك الحم يتشوبك. يعني حبيت نقول لك أول ما جيت داخل مكة، أحكي لنا شوية كيف تحسيت يعني. شوف يا أخي الكريم، بهذه المناسبة السعيدة وأنا يعني ما نجمش يعني نتكلم، يعني الدموع والله لا في عيني، ما نجمش نتكلم. السؤال يعني والله لا تقشح له الأبدان. قول لك في الحقيقة، من دخلت الأول ما شت والو، تنمو اللي شت ما شتش. الخلعة. بخلعة، تنمو اللي شت ما شتش. نقول المشاهد الكريم، أتمنى من الله عز وجل أن يوفق الجميع، يوفق الجميع، وأن لا يحرم أي إنسان مسلم في قلبه ذرة إيمان وأمان أن يقصد هذه البقاع المقدسة اللي فوق الأرض. بارك الله فيك على هذا السؤال. يعني أول حبيت صح. تفضل. أنا حبيت نعرف باسكو صرات واحد القصة. تفضل. مع نحكيها. تفضل. فهمت. حبيت أول شيء نحس الشعور ديالك كي واجهت أول نظرة ليك للكعبة. كيفاش كانت؟ ما كنت مأمن. والله ما كنت مأمن. ما هذا بيت الله شغل حاجة خارقة للعادة وغير مصدقة. إنسان ما يصدقش روحه باللي يصدق المكان. المكان المقدس سبحان الله. والله لا ما أنا مرغدي ما أمنش. وصلت لحد الساعة اللي نتحاور معك واني زرت وجبت العمرة والحمد لله يا ربي. ما زال نقول بالك ما صلتهاش. وقيل نقول بالك ما صلتهاش. والله عادك بالرغم من أنا يا معطوب يعني من رجلي سوي أنديكابي، والحمد لله نمشي نزور والحمد لله. والله لا سؤال في محله. نتمنى هذه الأسئلة إن شاء الله تكون أذن ساغية من هذا الكلام الطيب للأخ باسمك ذكر رشيد. الأخ رشيد من الحراش. والله الأخ رشيد يعني مش نقول حرشني، يعني دخلني في دوامة. على كل حد دخلني في دوامة لحد الساعة. أنا بالرغم من ثلاث مرات ولاني وزرت وتعودت وليت ورجعت، مازال لحد الساعة مازال نقول بلي مازال ما شفتش. بصح روماركيت واحد الحاجة.
بارك الله فيك. كي تجي تكون عيان بصح كي تدخل الحرم تولي ما شاء الله تولي شغل شغل في عمرك 20 سنه صح 30 سنه و قوه الا قوه الله قوه من عند الله سبحان الله روماكي قوه الله تعالى. حتى والله نقول لك حاجه كاين بعض الخدوشات كانوا في عينك في امريكا كنت نعالج دوك نجي نقول لك بلي الحمد لله غسلتهم بزمزم جميعا والله العظيم هذه عقلتها.